عمر بود فرز شراب خواب نادی خمرش که بیاد و برای شراب خاری همچه بیتوادی. مثلا مرجع بقوم بيفتي اليوم بنبش قبر ابو بكر وعمر. طيب وهذا وجوب على كل مسلم، جنابه لو كان موجود بالسعودية بيقدر يحكي هيك حكي؟ طيب شو عم يعمل هو بشيعة السعودية بهذا الحكي؟ شو عم بيسوي؟ طيب هذا شو بيفرق عن داعش بهذا الفكر؟ بس لازم يشكر السيد الخامنئي اللي عامل له غطاء أمني لحتى يقعد يفتي على كيفه بهذه الطريقة. شو عم يعملوا هودي؟ خربوا التشيع، خربوا الأتباع. وإن ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. مو هذا القرآن؟ مو هذا القرآن؟ لو عندكم غير القرآن أنتم يعني. وين وإنك لعلى خلق عظيم؟ وين نبينا محمد صلى الله عليه وآله؟ نختلف وجهة نظر، تعتقدون السيد خطأ، كل الزين خطأ، جيبوه. مو هو وين بالمريخ؟ شو بنصقم؟ أقعدوا يا يعني من يطلع عليه الشيخ محسن العراق هالكلمات البذيئة. أنا شوف مرجع يتكلم هيش كلمات بذيئة، شلون أحترمه؟ شلون أقول أجلة وقد شلون أظل أقول ما له علاقة السيد خطأ أو صح؟ مو هذا موضوعي. أنا أقول على ردة الفعل، على ردة الفعل هيش القرآن علمنا. عمي رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقعد بنص المشركين، بنص المشركين يقعد ويسولف وياخذ وينطيهم. إمام الصادق سلام الله عليه كان يقعد ويا الملاحدة، زين الزنادقة كان يسموه، وقلنا في المزنديق مين جاية في ناس الكتاب مال الزرادشتية، يكمل بالمسجد الحرام ويكمل وما يقنعه، يلزمه يقول له هل لك من حاجة فأقضيها إليك. إمام الصادق يقول له أينكم من أخلاق الأمة سلام الله عليهم تدعون بيهم؟ كلمات بذيئة بذيئة، عيب ما أقدر أرفضها والله، ما أقدر أرفضها. وتجي وينقلوها، وهذا وأنا أوقفهم ذوي نقطة أقول له بابا تفهم جديد تحكي، نقلت رأسا الواتساب والفيسبوك محرام. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني هذا اللي صار ويا سيد كمال حيدري، يعني تعرى ما يسمون نفسهم المؤمن، تعرى والله. وانا اقول خب نظر فقهی یه نفری میده، نظر شاذی است. خیلی خوب قبول ندارید، پرسی نظریه پردازی تشکیل بشه و مباحثه بشه، 5 نفر 10 نفر فاضل بیان نظر فقهی رو رد کنن با استدلال، اشکال نداره. نظر فلسفی داده میشه همینجور، نظر معارفی و کلامی داده میشه همینجور، در مجلات در نوشته ها گفته بشه یه حرف فقهی یه نفر میزنه، یه نفر رساله بنویسه در رد او، کسی او رو قبول نداره رساله در رد او بنویسه، بنویسن اشکال نداره، با هم بحث علمی بکنن. مسئله تکفیر و رمی و این حرفا رو بایستی از حوزه برانداخت، اونم در داخل حوزه نسبت به علمای برجسته و بزرگ. یه گوشه از حرفشون با نظر بنده حقیر مخالف بنده دهن باز کنم رحم کنم، نمیشه اینجوری. ستفترق امتی الى 73 فرقه كلها في النار بس وحده ناجيه. هو هذا حديث تكفير، هو هذا التكفير. شلون يصير التكفير؟ اكو تكفير بمعنى الفعل، اكو تكفير كلامي. السيد حكي على علم الكلام بس ويا من تحكي ما يفتهمون، وقسم هو يفتهم وما يريد يفتهم. يعني مثلا شوف، يعني الفرق الإسلامية كلها سقاطبة، كل واحدة تقول أنا بالجنة والباقين بالنار، هو هذا التكفير، هو هذا التكفير. شلون يصير؟ مو تكفير اللي ذهبتوا له أنتم الناس البسطاء، أنا هاي رسالتي للبسطاء، ولكن أعرفوا ما يدرون، يعرفون ويحرفون. مو تكفير معنى داعش يقتل، لا لا سيد، مو هذا وجهة نظرة يقينا، يعني تكفير الكلام يرجعوا للأحاديث. يعني هسه إذا طلع السيد الحيدري مولانا وقال بأنه أساسا المشهور بين علمائنا المتقدمين كفر أهل الخلاف ونجاستهم تقوم الدنيا ولا تقعود، السيد شلون يتهم علماء الشيعة؟ وهذه كلمات علماء الشيعة شنو من عندي جئت بها؟ ثم أنا كنت أتكلم، ما أدري هذا المقطع لابد شايفيه على المواقع مولانا، هسه من هذا الطرف ومن ذاك الطرف، أنا دا أتكلم في الكفر الكلامي وهم أين ذهبوا به؟ البعض ذهب في المواقع وفي القنوات. كيف يقول السيد الحيدري أن علماء الشيعة يقولون بكفرهم؟ ألسنا نقول بطهارتهم بالزواج منهم؟ شوفوا، وهذا سمعته من بعض الذين يدعون أنهم آية الله. ها قلت عزيزي، التقيت به قلت عزيزي، هذا خلط بين المسألة الكلامية وبين المسألة
هذا الذي تقوله طهارتهم وجواز الزواج منهم ومؤاكلتهم هذا مرتبط بالبحث الفقهي. أنا دا أتكلم أن علماء الإمامية تكلموا ماذا في البحث الكلامي، أين هذا من ذا؟ مش بس بالنسبة إلي، مش الآن مثل الإمام الخميني لما انحكم في علماء كبار قولوا أنه هذا هندوسي، واحد وقف من العلماء الكبار وقف أسبوع ويقول والله أن السيد الخميني في النار، وفيه ناس هيك بيحكوا. يحرموا يحرموا يحرموا، أكررها 100 مرة، أنه سب ولعن وإهانة مقدسات مو المسلمين، كل البشرية. يعني البوذيوم عنده شنو؟ مقدسات. أنت مو من حقك أن ماذا؟ أن تسبه وتسيء إليه. ماذا قال القرآن على هذه القضية؟ لا تسأل لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. وهذا فيه نص كل فعل رد فعل، وهذا فيه نص الرواية إذا صار مجال إن شاء الله أجيب لكم إياه من الإمام الرضا بلسان فصيح، إنه أنتم يا إخوان يا أحبائي كل اللي قلتوا عسير، كنت أتمنى يطلع في الفيديو واحد بس يتكلم بصورة علمية، أما هذا الموجود كله كلام إنشائي واتهامات. هاي الاتهامات لمعلوماتكم، لأن أنتم تجهلون التماس مع الشارع مع المجتمع، كلها أجت في صالح السيد الكمال الحيدر. تحياتي للجميع.